التعليق الأولي هو أن كرة اليد الجزائرية مريضة مريضة منذ مدة طويلة، و النتيجة الأخيرة برك نتيجة هذه الحالة اللي راهي فيها كرة اليد، حالة يرثى لها، و بغض النظر على أن الفريق هو بذاته عاش فترة فراغ، هي نتيجة غياب أو لاعبين أساسيين. لكن على العموم كرة اليد مريضة منذ زمان، كرة اليد بدأت تمرض في قبل 30 سنة من هنا، وضربات جايين من داخل ومن خارج محيط كرة اليد. ربما هذا يحتاج نقاش طويل، لكن هذه حقيقة، وكرة اليد تدريجيا مستواها انخفض حتى ولينا في الترتيب الإفريقي رقم 3، وقت كنا في السابق الأولين في لمدة طويلة. أما بالنسبة للسنوات الأخيرة، المشاكل كثرت مع التسيير السلبي تاع ناس ما عندهم حتى علاقة مع التسيير، وصول بعض الرؤساء على رأس الفيدرالية غير قانوني، وهم ما راهمش مؤهلين لأي مسؤولية كانت في لتسيير اتحادية. هذا منذ وصول مثل سيد أيت مولود في 2009 على رأس الفيدرالية، راك تشوف باللي نرجع لورا كثير. سيد أيت مولود ما كاش مترشح لرئاسة الفيدرالية وأصبح رئيس الفيدرالية، كما من بعد سيد لابان ما كانش عضو الجمعية العامة وأصبح رئيس فيدرالية. لما الوزارة تتقبل مثل هذه المهازل، إذن الوزارة مسؤولة بأول درجة على كل ما تعيش هذه الرياضة من بعد. ونحن الآن باش نهضر على الموسمين الآخرين، ما ننساوش باللي الاتحادية السابقة، يعني اللي متوقفة من طرف الوزير، اتحادية اللي خلت المنتخب أكثر من عامين بدون نشاط، بدون أي تجمع، بدون مدربين. ثم الناس تدعى باللي محجورين او ما نيش عارف واش، ثم مشاركة في اخر لحظات تاع المنتخب، يعني تجمع المنتخب مدة قصيرة لتحضير الألعاب، لكن بمجموعة ممكن لا تمثل كل الإمكانيات الموجودة في كرة الجزائرية، لكن المدرب ما كانش عنده وقت الكافي للبحث على كل القدرات اللي موجودة. إذن تعيين مدرب متأخر بمكتب مؤقت، والمكتب المؤقت هذا ما عندوش مسؤولية على الوضعية، لأن مكتب جاء لتسيير شؤون العادية للفيدرالية. أما في نفس الوقت طبعا كانوا مواعد كبيرة للكرة اليد الجزائرية، وعدم مشاركة في موعد كبير يعتبر هو بذاته إخفاق ومشكل لمستقبل اللعبة. إذن كان من الضروري المشاركة في ظروف سيئة، وبطبيعة الحال محيط كرة اليد
لان انا ما نحبش العباره تاع عائله كره اليد، لان ما هيش عائله منذ زمان، وهذا محيط كره اليد من بعد يعني طمح النتائج ايجابيه مقبوله، لكن الفرق بيننا وبين دول اللي تشتغل كثير مثل منتخب مصر مثلا، الفرق ارتفع تدريجيا، ووصلنا الآن نوعا ما بعاد من مستوى كرة اليد المصرية. منتخب نعرف قدر يعني ينافس المنتخب التونسي في لعب البحر المتوسط الأخيرة والانهزام للمرتبة الخامسة والسادسة بعد مرتين وقت الإضافي، دليل على أن رغم كل شيء كرة اليد الجزائرية مازال ما ماتتش. لكن ما نساوش باللي ثلث لاعبين أساسيين ما شاركوش في الدورة، ولما نقول أساسيين ممكن نقول أن أحسن لاعبين المنتخب هما تاع مستوى دولي حقيقي، هما مسعود بركوس وأيوب عبدي وهشام داود مثلا. إذا لما ينقص ثلث لاعبين تاع المستوى في منتخب، صعب الانتقادات لباقي لاعبين وللمنتخب. ومباشرة بعد الألعاب المتوسطية تاع مستوى جيد وعالي جات البطولة الإفريقية، وبطبيعة الحال المفاجأة عن البعض كانت موجودة بإخفاق ضد المنتخب الجيني.